برحب بجمهور واضح. هنتكلم دلوقتي بوضوح في حاجات يمكن محدش يعرفها. موضوع ان انا عيلتي عيلة فنية ده بيساعدني في انهم بيتفهموا ان احنا بنتأخر في الشغل، انه الشغل ده بياخد مننا مجهود كبير جدا، وهم وانهم يكونوا هم يعني قابلين الموضوع ده وواثقين ان انا حامل حاجة هتفرحهم. انا بدأت مش من تونس، انا بدأت من اسبانيا. كان وقتها شورت موفي في اسبانيا، كان اسمه تيامو، ودي كانت اول حاجه ليا في التمثيل واللي خلتني ابقى عايزه اكمل. بعد اسبانيا كان اول ما رجعت كان في ملكه جمال تونس، بعدها ملكه جمال العرب، وكان الفاينل شو لانه كان في مصر، فمن وقتها انا في مصر، ودي كانت طبعا من احلى الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. طبعا الفيلم كان جاي لي اول ما اخدت لقب ملكه جمال العرب، فرصه كانت جايه من هناك او انا اتشافت هناك، وعرضوا عليا الدور ده، وطبعا انبسطت بكميه النجوم الموجوده، عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وماجد المصري وغيره من الاسماء الكبيره. وبعدها على طول كنت عايزه قوي ان انا ادخل مسلسلات ودراما مصريه، لانه الدراما بتقرب الممثل من الجمهور، والحمد لله انه حكايتي كان ناجح، انه الشغل ده بياخد مننا مجهود كبير جدا، يعني النتيجه بتكون متشافه انه سهله اهو، بس لا احنا بنتعب جدا، مفيش اي حد بيحقق النجاح بكل سهوله، لازم تتعب، والنجاح اللي بيجي مع تعب هو ده اللي بيدوم وبيفضل في فتره اطول. ان شاء الله في طبعا حاجات في الفتره الجايه، اكتوبر ان شاء الله هبتدي اصور لمسلسل هيتعرض في الاوف سيزون، بس لسه ما تقررش الاسم.